يشكل مصنع أزوفستال في مدينة ماريوبول جنوب أوكرانيا أزمة داخل الأزمة وفق تعبير الأمم المتحدة، حيث لا تزال القوات الروسية تحاصر المجمع الصناعي الذي يتحصن فيه 1000 مدني و2000 مقاتل تقريبا، غالبيتهم من كتيبة أزوف. لكن يبدو أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى موسكو وكييف بدأت تثمر اتفاقا بالحد الأدنى على إجلاء مدنيين من المصنع. تفاصيل الاتفاق ليست معلنة، وسبقها تصريح للرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قال فيه إن كييف مستعدة للتفاوض بهذا الخصوص. أما موسكو فردت أنه لا شيء للتفاوض عليه بشأن عملية الإجلاء. وكرر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين الذي حدد معايير حل قضية مصنع أزوفستال. وقال بوتين بإمكان المدنيين المغادرة بأي اتجاه، لكن على العسكريين أن يلقوا سلاحهم ويخرجوا أيضا. في المقابل اتهم حاكم منطقة دونيتسك الأوكراني روسيا بمنع إجلاء المقاتلين الجرحى من المصنع، وقال إنها تريد القبض عليهم. وبين الاستسلام واستمرار الحصار يعد اقتحام المصنع لحسم الأمر مخاطرة غير محسوبة النتائج ومستبعدة.